you, Saddam. كيف حالك صدام؟ Speak in Arabic. We are recording the call for publication. تكلم باللغة العربية. نقوم بتسجيل المكالمة لنشرها. أهلا ترام. أنا بخير من الله. بخير الله. أحاسب كل اللي غدر بينا. شهدت الساعات الأخيرة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تداول مكالمة صدام حسين والرئيس الأمريكي السابق، والتي ظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث هاتفيا مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو يوجه رسالة إلى أهل العراق بشأن ما حدث للبلاد في السنوات الأخيرة، ما تسبب في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا في العراق. بعد تداول مكالمة صدام حسين وترامب، ركز العديد في رسالة الصوت الذي خرج من الهاتف ويشبه صوت الرئيس العراقي الراحل، وهو يوجه رسالة لأهل العراق الشرفاء قائلا: الرسالة الثانية لأهل العراق الشرفاء. رسالتي لأهل العراق الشرفاء، أنا عائد للعراق لمحاسبة من غدر بنا وبالعراقيين. أهلا ترامب. أنا بخير من الله. Saddam, since you will be released from prison, do you want to send a message to the Arabs? رسالتي للعرب. أنا انتهي حكمي سنة 2024. والرسالة الثانية لأهل العراق الشرفاء. أنا راجع للعراق بحيل الله. أحاسب كل اللي غدر بينا. بالعراقيين بالعراق العظيم، والله قلبي يحترق كل يوم من أشوف العراق يتدمر وينباك. وأنا أشكر الرئيس السابق ترامب اللي وصل رسالتي لأهل العراقيين والعرب. ونشر الفيديو الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان صدام حسين على قيد الحياة. وبعد تداول مكالمة صدام حسين وترامب، تم اكتشاف أن المكالمة مفبركة وغير حقيقية.